هذا وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير أن الزيارة كانت مثمرة وتناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحثت عددا من القضايا التي تهم الجانبين. بحث قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها المنطقة والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتكثيفها في كافة المجالات. أمس بعد وصوله اجتمعت بمعاليه وبحثنا مول المنطقة سوريا والعراق ولبنان، عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، الدور السلبي اللي تقوم به إيران عبر تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، الوضع في اليمن والعمل لإيجاد حل سياسي هناك. بحثنا موضوع البحر الأحمر وموضوع ليبيا ومحاولة السعي للأمن والاستقرار هناك، كما بحثنا الأوضاع في باكستان وأفغانستان والجهود المشتركة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة عبر التعاون المكثف بين البلدين. وكانت زيارة موفقة ولله الحمد، ونتطلع لمزيد من العمل مع الشركاء في الولايات المتحدة لخدمة مصالح البلدين.